تغير حالة الطقس في مملكة البحرين شجع الكثيرين على الخروج مرة أخرى بعد حرارة الصيف لممارسة رياضتهم المفضلة في الهواء الطلق، ومن هذه الرياضات رياضة التجديف والتي لاقت رواجا كبيرا من قبل الكبار والصغار، وأصبحت نمط حياة يمارس بشكل أسبوعي كشكل من أشكال الترفيه الجامع للرياضة. مركبات مائية تتطلب قوة بدنية جيدة وتوازن، جذبت العديد لتجربتها. رياضة التجديف التي بدأت منذ عصور ما قبل التاريخ انتشرت مؤخرا في مملكة البحرين كرياضة عائلية وترفيهية وتنافسية. رياضة التجديف لها أنواع مختلفة، في التجديف بالوقوف على اللوح، في التجديف بالجلوس على الكاياك، في الكاياك الفردي والزوجي، وتختلف لها أعمار مختلفة حق الأطفال حق الكبار، في الكاياك حق أنواع حق السباقات وفي حق أنواع الترفيه. هي أحد الرياضات اللي الشخص يقدر يستخدمها لتحريك جميع عضلات الجسم، وبإمكانك تمارسها في العديد من أنواع البحار، في كاياك على الموج، في كاياك في الماء الهادي، ولها فوائد عديدة للجسم، وهم هي نوع من أنواع الترفيه للشخص. وطبعا رياضة الكاياك في البحرين، خصوصا نحن كنا جزيرة وأهل بحر، يعني هذا الشيء يعكس ماضينا وتاريخنا احنا، وشيء جميل ان احنا قاعد نشهد تطور هذه الرياضة في البحرين، خصوصا في الآونة الأخيرة صار في إقبال كبير جدا على الرياضات الخارجية، وطبعا هذا شيء جميل ان احنا نشوف اهل البحرين يمارسون رياضات عديده بحريه ومنها الكاياك. يتم لعب رياضه التجديف وفقا لمجموعه من الاسس والقواعد والمواصفات التي يجب اتباعها، والتي من شانها تحديد كيفيه لعب وممارسه هذه الرياضه بشكلها الصحيح والمناسب. الشيء الاساسي انه سلامه، فنتأكد أولاً أن كل كاستمر يجي ويانا يكون لابس لايف جاكيت، ويكون وياه حبل السلامة مربوط باللوح، ويكون الانستراكتر وياه بالبحر. فإحنا بعد قبل ما ننزلهم ويانا نعلمهم أول شيء شلون يستخدمون المجداف وشلون يؤدون الرياضة بطريقة صحيحة. فما في أي شيء نخاف منه، لأن الرياضة جداً سهلة وممتعة وكل من يقدر يلعبها. نبغى الزباين يستانسون ويستمتعون بوقتهم في البحر والتجديف، بس أمانة الجميع، وأن الزبون يكون واعي للمحيطة وللطبيعة، هذا أهم شيء. القاعدة الثانية هي قوة الدفع على البادل بورد مو على الكاياك، قوة الدفع والسحب. والشيء ثاني مهم جداً هو أن الذراعين تكون مستقيمة وسيدة على البادل بورد، بهذه الطريقة تكون قوة التجديف أقصى ما ممكن. لهذه الرياضة عدة فوائد صحية، فهي تساعد على تكوين الجسم الصحي وتعزز الجهاز التنفسي وتساعد على تفعيل العضلات والمفاصل لجميع الأعمار. رياضة الكاياكينج زادت عندي وايد اللياقة، رفعت لي إياها وخلتني يعني أتحسن في وايد نواحي، أن رفعت لي اللياقة في نفس الوقت هي تجمع بين الرياضة والاستمتاع. وبعد على ذلك اكتشفت أن في كذا شيء يعني موجود عندهم، اليوغا عندهم، نقدر نطلع رحلات حق غروب الشمس شروق الشمس، وفي وايد أشياء، فهالشيء يعني خلوني استمتع وايد، وخاصة يعني المكان هنا وايد مكان حلو، فتقدر تستمتع بالمناظر الموجودة ونفس الوقت أن تمارس رياضتك وهوايتك المفضلة. لنكون بصحة عقلية جيدة علينا التوجه والانغماس في الطبيعة، ولنعزز صحتنا الجسدية علينا ممارسة الرياضة بانتظام. ورياضة التجديف تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وتحريك كافة الجسد لتحقق لنا مقومات العقل السليم والجسم السليم. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.